Hello, my dear students. أعزائي طلبة طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض باقي منهج الفصل الدراسي الثاني، وهناخد النهاردة مع بعض يونت 10 و11 الاثنين مع بعض. طبعا هو ما فيش إضافات كتير، فعلشان كده احنا ضمنا الاثنين مع بعض. بداية أول يونت معانا هو بيتكلم عن الأكشنز، بيتكلم عن الأكشنز. What is the meaning of actions؟ actions معناها الأفعال أو الأفعال اللي احنا بنقوم بيها عموما. طيب هنبدأ مع بعض زي عادتنا إن احنا نبدأ new vocabulary، واتفقنا ان احنا لازم نقرا ورايا الفوكابلري علشان نقدر ننطق نطق سليم، وياريت تبقوا ورايا، انا هقرا الكلمه مرتين وياريت معايا نفس الطريقه علشان نقدر نتعود على النطق السليم. Inventions. Inventions. Inventions معناها اختراعات، اختراعات. Snake. Snake. Snake يعني ثعبان، ثعبان. تيم، تيم فريق. سكافولدينج، سكافولدينج. سكافولدينج دي اللي هي السقالة اللي العمال بيطلعوا عليها لما بييجوا يشتغلوا. بايب، بايب، بايب. What's the meaning of pipe؟ يعني أنبوبة أو ماسورة. موتور سايكليستس، موتور سايكليستس، موتور سايكليستس يعني راكب دراجة بخارية، اللي هو بيسوق الدراجة البخارية اسمه موتور سايكليستس. سيرف بورد، سيرف بورد، سيرف بورد. What is the meaning of سيرف بورد؟ معناها لوح طفو، اللوح طفو يعني لوح بجزء من مركب شراعي أو أي جزء بيطفو فوق سطح الماء. فالف، 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 صمام، صمام. تكنيشن، تكنيشن، تكنيشن يعني ايه تكنيشن؟ يعني فني، فني. سكرتوري، سكرتوري. What is the meaning of secretary؟ يعني سكرتير، سكرتير. اللي بعده روبوت، روبوت، روبوت. انسان آلي، انسان آلي. انفنتور، انفنتور، مخترع، مخترع، اللي هو الشخص اللي بيخترع. engineer، engineer. What's the meaning of engineer؟ مهندس، مهندس. هول، هول يعني ايه هول؟ يعني ثقب، يعني فتحة او ثقب. رنش، رنش، رنش. رنش ده هو آلة من الادوات اللي بيستخدمها الفنيين، وهو مفتاح ربط، مفتاح يعني يربط بيه. موتور بايك، موتور بايك يعني ايه موتور بايك؟ يعني دراجة بخارية، دراجة بخارية. لايف جاكيت، لايف جاكيت، سترة نجاة، سترة نجاة. جوجلز، جوجلز يعني ايه جوجلز؟ يعني النضارة الواقية، النضارة اللي احنا بنلبسها عشان تقي عينينا من اي اذى. بلامر، بلامر، بلامر. What the meaning of plumber؟ يعني سباك، سباك. بيستون، بيستون، بيستون. بيستون يعني مكبس، مكبس. outlet valve، outlet valve يعني صمام خروج او صمام اخراج، صمام خروج او صمام اخراج. inlet valve، inlet valve، صمام دخول او صمام ادخال. اكسبلور، اكسبلور، اكسبلور يكتشف، يكتشف. سيرفس، سيرفس، سيرفس سطح، سطح. انفورميشن، انفورميشن. What is the meaning of information؟ معلومات، معلومات. movement، movement حركة، حركة. lever، lever رفعة.
function function وظيفة operation operation عملية عملية micro computer micro computer يعني كمبيوتر صغير دقيق جدا central computer central computer يعني كمبيوتر مركزي كمبيوتر مركزي gear gear truss module module what is the meaning of module module means وحدة برمجية حاجة متعلقة بالكمبيوتر برضه controller 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 what is the meaning of controller يعني منظم يعني منظم crawl 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 وكريب الاثنين معناهم يزحف الاثنين معناهم يزحف لكن crawl هو بيزحف كالطفل what is the meaning of يعني ايه بيزحف كالطفل يعني الطفل بيزحف على اطرافه على اطرافه برضو crawl بيزحف على الاطراف ولكن creep هو بيزحف كالزواحف يعني على بطنه على جسمه كله ده بالنسبة لمجموعة الكلمات اللي موجودة عندنا النهاردة هنيجي النهاردة يا ولاد هنقرأ أول ديالوج عندنا في الدرس دوت الديالوج ده أنا جايباه صورة واقعية من الكتاب هنقرأ مع بعض وهنعرف إحنا بنتكلم عن إيه النهاردة طبعا بعد ما قرينا مجموعة النيو فوكابلري اللي إحنا هنستخدمها الفوكابلري دي يا ولاد المفروض إن إحنا بنحفظها هقوله تاني وعيد تاني الفوكاب معناها ان انا اقرا كل كلمه كويس جدا اعرف معناها كويس جدا طب ليه اعرف معناها لان انا دلوقتي لما هاجي اقرا الدرس بتاعي مش هفضل كل شويه ادور على كلمه واجيبها وكده عشان كده انا جبت لك الكلمات كلها اللي هتقابلنا في اليونت كله في الاول بحيث ان احنا اول حاجه هنعملها ان احنا نقرا مجموعه الفوكاب دي ونقراها ونحفظها كويس جدا تمام طيب هنيجي دلوقتي نقرأ الديالوج اللي بتوين رحاب and inventor رحاب بتسأل بتقول Did you invent that robotic snake؟ هو انت اللي اخترعت الثعبان الآلي دوت؟ رد عليها قال لها Yes I did I designed it and then it was put together by a team of engineers أيوة أنا فعلا صممته وبعد كده جمعته كله بواسطة فريق كبير من المهندسين بعد كده سألته قالت له what can it do طب هو ممكن يعمل ايه او ايه فايدة الروبوتك سنيك ده it can crawl into holes it can crawl into holes يعني هو ممكن يزحف داخل الفتحات داخل الفتحات it can creep along pipes it can creep along pipes يعني هو يقدر يسحب برضو من خلال المواسير او الانابيب وطبعا هنا الفرق واضح ان الانبوبة لما بيكون في زحف عن طريق انبوبة فالزحف ده بيبقى عن طريق الجسم كله بيزحف كالثعبان او كالزواحف تمام and it can climb up scaffolding كمان من اهميته او وظائفه ان هو يقدر يتسلق السقالات السقاله اللي احنا شايفينها قدامنا دي اللي هي العامل واقف عليها والروبوتك سنيك عباره عن كمساعد بيوصل له الادوات اللي هو محتاجها بعد كده قالت له how fast can it climb up That scaffolding. طب هو ممكن يتسلق السقالة دي في قد إيه؟ إيه الزمن؟ الزمن اللي ممكن يتسلقها؟ I'd say that it can climb up it in about one minute. يعني السكافولدينج دي كلها هو ممكن يتسلقها في خلال one minute دقيقة واحدة. What else can it do? طب هو ايه تاني ممكن يعمله؟ او ايه الحاجة اللي ممكن يقوم بيها تاني؟ Can it pick up a wrench? هو ممكن هو يمسك
يمسك بايده الرنش، الرنش اللي احنا شايفينه فوق في ايد الروبوتك سنيك اللي هو دوت مفتاح الربط اللي احنا قلنا عليه في الفوكاب. Yes, it can pick a wrench up and put it down again carefully. ده هو كمان بيصحح لها المعلومة ويوضح لها ويقول لها هو ممكن يلتقط المفتاح وكمان يحطه تاني مكانه بس برفق وبالراحة جدا. That's great. فعلا عظيم جدا. Can you take it apart and put it together easily? طب هو انت حضرتك ممكن تفكه وتربطه بسهولة؟ Yes, it can be taken apart and put together again in 10 minutes. أنا ممكن أفكه واربطه تاني في خلال 10 دقائق. هنا الحوار كله بيدور حول حاجة اخترعها المهندس. الشيء اللي اخترعه ده هو حاجة بتفيد في الشغل بتاعه والشغل اللي احنا هنستفيده. نيجي بعد كده للصورة اللي بعد كده عندنا. ده عبارة عن بيستون بامب. يعني ايه بيستون بامب؟ هو حاجة كده شبه الترومبة بتاعت زمان. لو احنا زمان كنا بنتفرج على الافلام وفي ترومبة، ترومبة دي عبارة عن جهاز بيتحط كده فوق سطح الارض وبيطلع مية من الارض يطلعها بر. طبعا احنا البيستون بامب دي بتستخدم في اشياء كتيرة، ممكن في زيوت، حاجة بنطلع زيت، بنطلع مية، بنطلع سائل، بنطلع اي حاجة من مكان لمكان. تمام، هنشوف كده هنا ايه هي الكلمات اللي موجودة عندنا. اولا احنا عندنا هنا الاسهم دي اهي، ده معناها ان السائل بيطلع من هنا. تمام، في هنا الانليت فالف. يعني ايه انليت فالف؟ الانليت فالف هو حاجه عباره عن حرف تي كده، اول ما السائل بيطلع لقدام بيقوم طالع داخل في المكان اللي هو اسمه تشامبر. تشامبر اللي هي الحجره ديت. الحجره ديت في هنا بيستون. يعني ايه بيستون؟ يعني حاجه بتضغط عليها او مكبس بنكبس عليه يقوم تحلي الاوتليت فالف ده ويقوم السائل طالع منه. دي حاجة او جهاز موجود عندنا المفروض ان احنا بنشوف ايه هو. طيب نيجي بقى للنقطة الاساسية بتاعتنا وهي الجرامر اللي موجود عندي النهاردة. لو بصينا للجرامر الموجود هو حاجة بسيطة جدا ومش كتير، وحاجة احنا خدناها قبل كده في المراحل السابقة. الحاجة اللي هنتكلم عنها النهاردة وهي الفريزال فيربس. الفريزال فيربس، what is the meaning of phrasal verbs؟ الفريزال فيربس دي هي عبارة عن أفعال، بس هي مش فعل بس، هو فعل بلس ظرف أو حرف جر. يعني أنا دلوقتي عندي فعل، الفعل ده ليه اسم أو ليه معنى. أنا دلوقتي for example لما اجي اقول pick، pick يعني ايه؟ يلتقط او يمسك، لوحده معناها يلتقط. طيب كلمة او حرف جر او ظرف up، what's the meaning of up؟ اعلى، up يعني اعلى. طب انا لو جيت حطيت pick و up مع بعض المعنى بتاعي هيتغير، هيبقى ليه معنى واحد وهو فعل يرفع لاعلى، يرفع لاعلى. طيب لو انا دلوقتي جيت قلت pick up، put down، put on، take off، put together، take apart، كل الأفعال دي اسمها phrasal verb. لو أنا خدت for example take apart، take apart، take لوحدها يعني يأخذ، وapart يعني جزء. لو أنا جيت لكل جزء من ده وترجمته يبقى هلاقي ده ليه معنى وده ليه معنى. طب لما أجي أحط الاثنين مع بعض اللي هو take apart، take apart، لو انا حطيت الاثنين مع بعض بقوا الاثنين ادوني معنى ثالث خالص بفعل جديد ليه معنى اخر. تمام، طيب انا دلوقتي عندي جمله هنا. اذا جاء بعد هذه الافعال مفعول اسم، يوضع هذا المفعول بعد حرف الجر او قبله. بمعنى انا عندي الجمله اهي، pick up the wrench، pick up the range. The range هنا هي اسم، اسم موقعه مفعول به. طيب المفعول دوت لو هو اسم، لو هو اسم يبقى انا
ممكن احطه بعد الفعل والحرف الجر او الظرف، وممكن احطه ما بين الجزئين، ما بين الجزئين. المثال الاولاني بيقول لي pick up the wrench، pick up the wrench. طيب هل هو نفس الكلام لما اقول pick the wrench up؟ ايوه، هنا ما فيش اي تغيير عندي في المعنى خالص. pick up the wrench equal pick the wrench up. تمام. أما إذا كان المفعول ضمير، طيب لو أنا عندي المفعول ضمير ما هوش اسم، في الحالة دي نوضع قبل حرف الجر ولا يجوز أن يوضع بعده، ولا يجوز أن يوضع بعده. example عندي pick it up، pick it up. أنا عندي هنا حطيت it هنا اللي هو مكان the range، حطيت it اللي هو ضمير. طب هل ينفع يعني احط واقول pick up it، pick up it؟ لا ما ينفعش، هنا لا يجوز ان انا احط الضمير بعد الفعل وحرف الجر. وفي هذه المجموعة عند استخدام الضمير نضعه بعد جزئي الفعل، في برضو مجموعة تانية من الافعال. في المجموعة دي ما ينفعش ان احنا نحط الاسم غير بعد جزئي الفعل. ازاي؟ The insect crawled into the hole، الحشرة بتزحف عن طريق او عبر الفتحة او الثقب. طب لو انا جيت حطيت بدل the hole دي it، هحط فين it؟ هحطها في اي مكان؟ The insect crawled into it، the insect crawled into it. الحشرة زحفت خلاله. يبقى هنا انا كل اللي عملته ان انا حطيت، لو حطيت الاسم يبقى الاسم في اخر الجملة، برضو هيتحط بعد جزئي الفعل. وبرضو لو جالي ضمير بدل الاسم برضو نفس الموضوع، هحطه بعد جزئي الفعل. هنيجي نشوف اكزامبل تاني النهاردة، هنركز كويس قوي في الاكزامبلز دي. The girl walked into the room، the girl walked into the room. طيب انا عندي هنا الاسم بتاعي اللي هو the room، وعندي الفعل بتاعي اللي هو phrasal verb اللي هو walked into، walked into. تمام، room هنا جبتها بعد جزئي الفعل، بعد جزئي الفعل. طب لو انا حطيت ضمير بدل the room، بدل noun، ايه اللي هيحصل في الجملة؟ نشوف. The girl walked into it، the girl walked into it. هل في اختلاف في المكان؟ لا ما فيش اختلاف في المكان، نفس المكان اللي انا حطيت فيه الناون برضو حطيت فيه الضمير. تمام، نيجي للجملة اللي بعدها. The snake crept along the pipe، the snake crept along the pipe. الثعبان زحف او عبر الماسورة او الانبوبة. طب انا عندي هنا النون حطيته فين؟ حطيته برضو بعد جزئي الفعل، بعد جزئي الفعل. طب لو انا غيرت النون ده وحطيت مكانه pronoun او ضمير، هعمل ايه؟ The snake crept along it، the snake crept along it. الله، يعني معنى كده ان انا لو حطيت ضمير برضه هحطه في نفس المكان بعد جزئي الفعل اللي عندي. تمام كده. طب نشوف المجموعة التانية والمثال اللي بعده. The boy put down the tools، the boy put down the tools. the tools هنا عندي تعتبر noun، وnoun كمان بلورال يعني جمع. طب انا لما جبتها كنون حطيتها بعد جزئي الفعل. طب لما اجي اجيب البروناون بتاعها اللي هو زم، بص هنا غير المكان وده فين. The boy put them down، the boy put them down. يبقى انا هنا لما جبت الضمير بتاعي حطيته ما بين جزئي الفعل، ما بين جزئي الفعل. تمام، اخر مثال عندي. The technician took apart the computer، the technician took apart the
كمبيوتر. طيب انا عندي هنا ذا كمبيوتر هو النون بتاعي، لما جه نون حطيته بعد جزئي الفعل بتاعي. طب ولما جه البرونون بتاعه حصل ايه؟ حطيته between the parts of the verb، يعني حطيته ما بين الجزئين بتوع الفعل. يبقى وصلنا لهنا ان احنا في انواع من الافعال اللي هي الفريزال فيربس بتسمح بان احنا نحط الضمير بعد جزئي الفعل او في نهايه جزئي الفعل، وفي افعال تانية لا تسمح بان احنا نحطه في نهايه جزئي الفعل، لان لو انا عملت كده هيتغير معنى الجمله تماما ومش هيديني الجمله اللي انا طالباها. لا، يبقى لازم اعرف الافعال اللي لازم اللي ممكن ان انا احط الضمير بعد الجزئين او في نهايه الجمله، والافعال اللي ممكن ان انا اعمل سيباريشن ما بين الجزئين واقوم حاطه البروناون بتاعي في نص الصفحه الفعلين او الجزئين بتوعي. بكده انا خلصت يونت 10، وعلشان كده النهارده هنكمل معانا يونت 11. يونت 11 هو عنوان الدرس بتاعه achievement. achievement what is the meaning of achievement؟ achievement معناها انجاز، انجاز، وهي دي اول كلمه في النيو فوكابلري بتاعتنا. برضو هرجع واقول ان انا في بدايه كل وحده بركز على ان انا بجيب لك كل كلمة جديدة ممكن تكون ما قابلتكش قبل كده، علشان حضرتك تقراها كويس جدا ورايا وتحفظها بعد ما نقراها. ياريت نكرر الكلمة ورايا علشان أقدر أوصل للبرونانسيشن الصح بتاعها وأقدر إن أنا أقرأ صح، بالإضافة إلى إن لازم أعرف المعنى بتاعها بالعربي، لأن أنا لما أعرف كلمة معنى الكلمة بالعربي ترجمته بالإضافة إلى النطق السليم، يبقى أنا كده عملت إنجاز كبير جدا. هنبدأ مع بعض أول مجموعة كلمات. achievement إنجاز. construct what is the meaning of construct؟ يعني ينشئ أو يركب. construct يعني ينشئ. technical what is the meaning of technical؟ فني. administrative يعني ايه administrative؟ يعني شخص إداري، يعني بنقول عليه إن هو يدير صح، إداري. adequate يعني كفء، يعني واحد إنسان كفء بيقوم بعمله بكفاءة. supervisory يعني إشرافي، يعني إشرافية، وظيفة إشرافية، مهارة إشرافية، وهكذا. skills مهارات. motivate what is the meaning of motivate معناها يحفز. discipline يعني ايه discipline؟ يعني يهذب او يضبط. improve what's the meaning of improve؟ يحسن. interpersonal يعني ايه interpersonal؟ يعني حاجة شخصية او حالة شخصية. criticism what's the meaning of criticism؟ نقد. نقولها تاني criticism نقد. constructive بناء. في عندنا كلمة على بعضها بتقول constructive criticism يعني نقد بناء. طيب cooperative what's the meaning of cooperative؟ يعني شخص متعاون. supervisor معناها المشرف، الشخص اللي بيشرف على مجموعة عمال او على مجموعة وظائف. employee what's the meaning of employee؟ يعني موظف. report يعني تقرير، يعني
تقرير انترفيو 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 يعني مقابلة شخصية، ما يكون في حد بيتقدم لوظيفة أو بيتقدم لأي شغل معين بيتعمل له شيء اسمه انترفيو، يعني مقابلة عبارة عن مجموعة أسئلة بيتسئلها، مجموعة حاجات بتطلب منه ينجزها وهكذا تخدم الوظيفة اللي هيتقدم لها. أنجري 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 يعني غضبان، أنجري يعني غضبان. لوبريكيت 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 يشحم يشحم، يعني لما نيجي نشحم جزء في العربية، نشحم جزء في جهاز، ده اسمه لوبريكيت، يعني نحط عليه شحم علشان يبقى التروس بتاعته تشتغل بسهولة. تشيك تشيك What is the meaning of check؟ يعني يفحص يفحص. Openly openly لما اجي اقول لك openly يعني بقول لك كلام بشفافية او بصراحة كبيرة، يبقى انا هنا بتكلم عن الشيء بصراحة. طيب هنيجي دلوقتي للنقطة اللي بعد كده. انا عندي هنا تيبل، التيبل ده موجود فيه مجموعة skills مهارات و descriptions لكل مهارة من المهارات دي. يعني انا لما اسمع عن مهارة التكنيكال، يعني ايه مهارة التكنيكال؟ يعني فنية، مهارات فنية. يعني ايه مهارات فنية؟ الجزء التاني هو اللي هيشرح لي يعني ايه اقدر اقول ان ده عنده مهارة فنية او لا، وهكذا عندي باقي المهارات. هنقرأ كل مهارة والديسكريبشن بتاعها بيقول ايه. تكنيكال والديسكريبشن هنا بيقول ان صلاح شوز اكسلنت تكنيكال سكيل، يعني صلاح اظهر مهارة فنية عالية جدا ممتازة في مجال in the field of electronic design، في مجال تصميمات الكهربائية، التصميمات الكهربائية. يعني هو اظهر مهارة فنية عالية جدا وممتازة في مجال التصميمات الإلكترونية. He is very attentive to detail. احنا خدنا قبل كده كلمة attentive، يعني هو بيبقى دايما واصل لكل details تفاصيل، ويحب ان هو يركز في كل تفصيلة موجودة. His work in robotics is innovative. شغله في صناعة الآليات أو اللي هي الروبوتكس دي يعتبر إبداع، هو مبدع في الشغل ده أو مبدع في النقطة دي. He could become an inventor، وهو ممكن يصبح في يوم من الأيام مخترع. يبقى معنى كده إن المهارة دي بتؤدي إلى إن الإنسان اللي بتبقى عنده المهارة دي بيبقى ممكن يصبح في يوم من الأيام إن هو يبقى مبدع ومخترع. المهارة التانية اللي عندي administrative. What is the meaning of administrative؟ يعني إداري قلنا، يعني إزاي بيدير. صلاح has adequate administrative skill، هو عنده مهارة الإدارة الدقيقة، هو كفء جدا في الإدارة، في المهارة دي كفء في مهارة الإدارة. but needs to improve in this area، بس هو عايز شوية ان هو يحسن الجزئية دي او المكان ده اللي هو فيه. He is sometimes late with reports. ايه بقى هي الاشياء اللي هي بتخليه عايز ان هو يحسن من المهارة دي؟ لان هو احيانا او دائما بيبقى متأخر في تقديم التقارير المطلوبة منه. And his filling system، والنظام بتاعه needs to be improved، وكمان هو محتاج ان هو يحسن النظام بتاعه. تمام. هو هنا لو احنا بصينا على اخر كولم في السكور، في عندنا اول واحد خد ايه، يعني دي درجة اللي هي درجة الاجتياز، فالاولاني خد في المهارة دي ان هو خد اعلى درجة. المهارة التانية علشان محتاج ان هو يحسن نفسه في كذا جزئية فخد
ديجري سي. طيب نيجي بقى للسوبرفايزري، مهارة الإشراف. مهارة الإشراف صلاح شوز جود سوبرفايزري سكيلز، هو بيبين أو بيظهر مهارات كويسة في الإشراف. طيب he leads and motivates his team well، هو من مميزاته إنه هو بيقود ويحفز التيم بتاعه أو الفريق بتاعه كويس جدا. But is sometimes too flexible with his staff. هو دي تعتبر جزء من حاجات عايزة تتحسن، إن هو يبقى flexible، مرن جدا، مش مرن بس. يعني أنا لو هو مرن فقط، مرن في مرونة في التعامل أوكي، لكن يبقى too flexible يعني المرونة عنده كبيرة قوي، دي بتبقى برضو محتاجة شوية تظبيط. He needs to learn to discipline his staff where necessary. هو محتاج ان هو يزبط ويهذب التيم بتاعه عند الضرورة. عند الضرورة. يبقى المهارة دي عند صلاح هو خد فيها بي، خد فيها سكور بي. ليه خد فيها بي ما خدش ايه؟ لان في شو نقط بسيطة عايزة تتزبط معي. طيب المهارة اللي بعد كده اللي احنا عايزين نعرف هو موجود عنده ولا لا، هي الكوميونيكيشن، مهارة الاتصال. مهارة الاتصال، مهارة الاتصال، نشوف صلاح بيعمل ايه عشان نعرف نقول عليه ايه. صلاح communicates his ideas well in speaking and in writing. صلاح يعني عنده افكار بيوصلها كويس جدا بالكلام وبالكتابة. يعني معنى كده ان هو عنده افكار كتير وبيقدر ان هو يوصلها، يستطيع ان هو يوصلها كويس جدا. In both Arabic and English، كمان بيقدر يوصلها باللغة العربية او الانجليزية. However، هنا بقى احيانا هو needs to improve his technical writing skill. هو بس هنا محتاج حاجة صغيرة جدا، هو محتاج ان هو يحسن المهارة الكتابة الفنية، مهارة الكتابة الفنية. علشان كده هو اداله سكور بي في السكيل دي. اخر سكيل عندنا عايزين نعرف صلاح موجود عنده ولا لا، وهي الانتربيرسونال، اللي هي الانتربيرسونال. الانتربيرسونال دي اللي هي المهارات الشخصية، اللي هي المهارات الشخصية اللي هي بتتعلق بالأشخاص وتعاملهم مع بعض. تمام. صلاح is very cooperative، هو متعاون جدا with his colleagues at work، هو شخص متعاون مع أصدقائه في العمل. He is positive، هو إيجابي and accepts constructive criticism، وكمان بيقبل النقد البناء، بيقبل النقد البناء. صلاح is highly motivated in his work، هو كمان عنده أهداف كبيرة في عمله، فبالتالي هو شخص ممكن نديله سكور A في السكيل دي. بكده نبقى قلنا عندنا 5 مهارات، وعرفنا يعني ايه كل مهارة، وعرفنا ان احنا نقدر نقيم المهارة دي ازاي، بيبقى الشخص عنده ايه فياخد سكور ايه، ما عندوش حاجة بسيطة يبقى سكور بي، في حاجة ناقصة ان هو يعملها جامد تبقى سكور سي، وهكذا. طبعا الحاجات دي كلها هتفيدنا حياتنا العملية جدا، وان ازاي نقدر نحكم على زملائنا في العمل، وازاي نقدر نتعامل بنظام الترقي من وظيفة لوظيفة أعلى، وهكذا. بعد كده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي العلاقة بين الموظف والمدير. طيب هل العلاقة بين الموظف والمدير ليها ضوابط، ليها حاجات لازم ان احنا نتبعها؟ ايوه طبعا، لازم يكون في ضوابط بين كل مدير وموظف. انا ما ينفعش اسيب الموضوع كده شغال ان كل واحد يتعامل بما هو يتراءى له، لا، في ضوابط المدير يتعامل بيها مع الموظف، وضوابط كمان الموظف يتعامل بيها
مع المدير. لو احنا ظبطنا الضوابط اللي ما بين الاشخاص هنبقى في حياتنا العمليه ناجحين جدا، وكل ما هيكون الضوابط دي مفعله هيكون العمل في نجاح مستمر. وهنشوف دلوقتي ايه النموذج اللي عندي هنا، وهنقرا وهنعرف مع بعض هل النموذج ده نموذج كويس ما بين مدير وموظف ولا نموذج سيء، ومين المخطئ ومين المصيب. نشوف مع بعض هنا الديالوج ما بين السوبرفايزر والامبلوي. هو عنوان الدرس هنا بيقول ان لوك سوري الديالوج بيقول لوك ات ذيس بيكتشر اند ريد ذا ديالوج. ويتش رولز ار بينج بروكن باي ايه the supervisor and be the employee. يعني ايه القواعد اللي اتكسرت ما بين ده وما بين ده. تمام، اول حاجه السوبرفايزر بيقول your report is no good. اول حاجه قالها للموظف انت التقرير بتاعك وحش جدا. الامبلوي راح رد عليه قال له you are always criticizing me. انت دايما بتنتقدني، انت دايما بتنتقدني. رد عليه وقال له you are always writing bad reports. انت دايما بتكتب تقارير خاطئه، تقارير سيئه. what is wrong with my reports. ايه الخطا اللي في الريبورتس بتاعتي. never mind just change. انا ما اعرفش، ما ماليش دعوه، المهم انك تغير التقارير دي وخلاص. change them. no I will not. انا مش هغيرها. I will not. My reports are good. أنا التقارير بتاعتي كويسة جدا. Get out of here. Get out of here. رد عليه قال له اتفضل اطلع بر. ده المدير بتاعه. أول حاجة وأول نقطة هنا، إيه الخطأ اللي حصل؟ هل الخطأ من المدير للموظف ولا من الموظف للمدير؟ بداية الديالوج عندي هنا بتقول ان اول حاجه عملها المدير ان هو انتقد الموظف نقد سيء جدا، نقد وحش جدا. قال له your reports is very bad. your reports is very bad. على الرغم ان المفروض ان اي مدير او اي سوبرفايزر يتعامل مع الموظف اللي اقل منه بيتعامل معاه ان هو بيوجهه للصح وليس يحبطه. ما هو انا دلوقتي لما اجي اقول للموظف اللي تحتي لا انت كده اللي انت كل اللي انت بتعمله غلط، طبعا ده يعتبر كريتيسيزم ومش حلو، يعني نقد مش حلو، مش نقد بناء. انا كده كل مره بقلل من شأنه، فبالتالي هو مش هيبقى عنده اي فرصه ان هو يحسن من وضعه او من شغله، فده شيء مش في صالح العمل. طيب لو انا جيت دلوقتي بدلت الكلام دوت وقلت ايه اللي المفروض المدير او السوبرفايزر يقوله للموظف. اول حاجه انا عندي كومنت على حاجه جزئيه في التقرير بتاعك، يبقى انا المفروض اقول لك ايه. ثانك يو فيري ماتش، يور ريبورت از جود بات. انت التقرير بتاعك حلو بس هي نيدز سام تشينجز. هي نيدز سام تشينج. لو انا بصيت للجمله اللي انا قلتها دلوقتي والجمله اللي المدير قالها قدامي في الدايلوج اللي كان عندي، في اختلاف شاسع. انا لما جيت اتكلمت بطريقه كويسه وجيت الاول قلت الحسنى الاول او الحاجه كويسه الاول وبعد كده قلت لك بس عايز اغير جزئيه بسيطه، انت كده دلوقتي عمال تفكر وعايز تعمل المستحيل عشان تصلح الغلط ده. يعني انت كويس بس عايز حته صغيره عشان تطلع بيها. ده من الحاجات اللي المفروض تبقى متبعه ما بين المدير والموظف. هل المدير المفروض ان هو يقوم بالحاجات دي كلها او بالاجراءات دي بس والموظف يعمل اللي هو عاوزه؟ لا، المفروض لا طبعا. انا كل واحد فينا ليه شغله وكل واحد فينا ليه اسلوب. انا دلوقتي اتكلمت باسلوب كويس فبالتالي هجبر اللي قدامي ان هو يرد عليا. اول ما انا هقول له ان انا عايزه سام تشينج هيرد عليا ويقول لي ايه، اوكي اي ويل تشينج ات. اي ويل تشينج ات، انا هعمله. طبعا اهم حاجه اللي احنا لو احنا بصينا في منظر الصوره اللي عندنا، اول حاجه خطا عندنا سواء المدير او الموظف
كل حاجة عندهم فيه صوت عالي جدا جدا، وده طبعا خطأ من الاثنين. دي جزء من رولز مش كويسه ما بين المدير والموظف معاه. تمام، احنا هنيجي دلوقتي للجرامر بتاعنا. النهارده الجرامر بتاعنا هو قاعده تعتبر من القواعد الاساسيه جدا في اللغه، والقاعده دي احنا خدناها كتير في المراحل السابقه، و كل اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة احنا هندي ريفيجن سريعة عن التوتال بتاعها، وبعد كده هنركز عن الجزئيات اللي هي مقررة عليا السنة دي. اول حاجة عندي وهي عنوان القاعدة بتاعتي، وهي الريبورتد سبيتش اللي هو الكلام المباشر والغير مباشر. زمان لما كنا بنشرح مع بعض القاعدة دي بنقول انا عندي كوتيشن بين قوسين، جملة بين قوسين، الجملة دي بقول أنا دلوقتي في الكلاس بتاعي وأنا كميس سلوى بقول بكرة عندنا اختبار، بكرة عندنا اختبار. أنا قلت الجملة دي خلاص، فأنا موجهة الجملة دي مباشرة ليكم للطلبة بتوعي. طب أنا دلوقتي جيت قلت في آخر الجملة عندي قلت يا ريت اللي موجود يبلغ اللي مش موجود بالرسالة دي. أنا رسالتي دي واضحة ما بين قوسين. طب لما حد يجي يبلغ الرسالة بتاعتي عن لساني لحد غاية، أول حاجة هيقولها إيه؟ بالعربي كده هنقولها مع بعض، هيقول إيه؟ ميس سلوى قالت إن بكرة عندنا اختبار. يبقى أنا في الأول الجملة اللي عندي اللي هي مباشرة هي جملة بين قوسين الشخص قايلها مباشرة للشخص اللي قدامه. نيجي للتانية وهي الغير مباشر، وهي جملة منقولة من شخص لشخص عن شخص آخر. في حالة النقل الجملة ديت بيبقى ليها مجموعة ضوابط وقواعد بمشي عليها. القواعد دي ايه؟ تعالى مع بعض نشوف ايه هي. الكلام الموضوع بين الأقواس هو كلام مباشر، وإذا أردنا أن ننقله إلى شخص آخر يتحول إلى غير مباشر، وهنا يجب اتباع الآتي. أول خطوة هنعملها إن احنا نحذف الأقواس الموجودة. حذفنا الأقواس. نمبر 2 هنكتب فعل القول، يعني لازم أقول he said, she said, she told me, she explained, she agreed, she promised، اي واحده من دول حسب معنى الجمله اللي عندي. تمام، نربط الجملتين بذات. انا عندي دلوقتي جمله قلتها في الاول ولسه هكمل بقى واخش على الجمله اللي بين الاقواس، فلازم اربط بينهم بذات. طيب انا دلوقتي الجمله اللي بين الاقواس، اولا لازم يكون لو انا بدايه الجمله فيها سد يبقى لازم اغير زمن الفعل اللي جوه الجمله. زمن الفعل اللي جوه الجمله لازم يتغير. طب هيتغير ازاي يا ميس؟ انا عندي مبدئيا كده القاعده بتاعتي بتقول ان تغيير الافعال كل مضارع للماضي بتاعه، كل مضارع للماضي بتاعه. يعني لو الفعل اللي جوه القوس مضارع بسيط هيتحول للماضي بتاعه اللي هو الماضي البسيط، لو هو مضارع مستمر هيتحول للماضي المستمر بتاعه، لو هو مضارع تام هيتحول للماضي التام. دول الثلاث أنواع مضارع اللي عندنا. طب لو هو ماضي بسيط يا ميس يتحول لإيه؟ عندي حالة من الاثنين، يا إما يتحول لماضي بسيط برضو يا إما يتحول لماضي تام. طيب لو هو ماضي تام هيبقى ماضي تام برضو. تمام، مضارع تام يبقى مضارع تام. تمام، انا هنا هقول الجزئيه اللي مقرره عندنا. المضارع البسيط هيتحول لماضي بسيط، الماضي البسيط هيتحول لماضي تام، المضارع التام هيتحول لماضي تام. كل اللي مقرر عندي النهارده هما الاثنين الاخرانيين دول، اخر جزئيتين، ماضي بسيط يتحول لماضي تام ومضارع تام يتحول لماضي تام. آخر
مرحلة عندي في تكوين الجملة الجديدة، وهي تغير الضمائر حسب معنى الجملة الجديدة. تغير الضمائر حسب المعنى الجملة الجديدة. طيب أنا عندي هنا مجموعة examples، تعالى كده مع بعض نقرأ كل example عملت فيه إيه. أول حاجة عندي هنا I started the project. إحنا اتفقنا من الأول خالص إن أنا عندي هنا القوسين، ده معناه إن الجملة هنا في زمن إيه أو في هنا في إيه، direct speech، يعني الجملة دي مباشرة من الشخص للأشخاص أو من شخص لشخص مباشر. طب أنا بقى هنا عايزة أحولها ل indirect speech، عملت إيه؟ تعالى بقى واحدة واحدة كده. أنا هنا صلاح هو اللي بيتكلم بيقول الجملة دي، فقلت صلاح said that. صلاح said that. that دي جبتها منين؟ شلت القوس ده وحطيت مكانه كلمة ذات. طب النقطة اللي عملتها بعد كده، غيرت الضمير بتاعي I هنا، أنا حولته لهي. طب أنا حولته هنا لهي ليه يا ميس؟ لأن مين اللي بيتكلم؟ هو صلاح، فأنا صلاح هنا حطيت الضمير بتاعه اللي هو هي. طيب اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده، أنا ماشية خطوة خطوة زي ما كتبت بالعربي بالظبط. الخطوة اللي بعد كده إيه يا أولاد؟ أنا عندي هنا started، ده زمن الفعل بتاع الجملة اللي هو ماضي بسيط. ماضي بسيط، مش started ده هنا ماضي بسيط. أيوة يا ميس ماضي بسيط. طب أنا اتفقنا قبل كده إن الماضي البسيط بيتحول لإيه؟ لماضي تام. لماضي تام اللي هو الماضي الأعلى منه. تمام، بقت الجملة هي he had started. طبعا المفعول به نزل زي ما هو اللي هو the project، بس شلت بقية الأقواس ورحت حاطة الفول ستوب بتاعتي اللي هي بتعني نهاية الجملة. طيب يبقى أنا هنا الجملة المباشرة عندي بقت I started the project. دي المباشرة اللي اتقالت من شخص لشخص. لما جيت حولتها لإندايركت أو غير مباشر، عملت إيه؟ اتبعت نفس الخطوات اللي أنا قلتها. أول حاجة كتبت مين الشخص اللي قايل، فعرفت إن هو صلاح، فقلت صلاح سد. قلت صلاح سد. طب سد إيه؟ ذات. حطيت ذات وشلت الأقواس بتاعتي اللي هي في أول الجملة. تاني حاجة، بعد ما حطيت ذات بصيت للضمير الموجود في أول القوس، لقيت الضمير دوت موجود آي. طب ما هو آي لأن اللي بيتكلم كان بيتكلم عن نفسه، لكن أنا لما جيت غيرت الجملة وقلت إن صلاح اللي بيتكلم، فلازم أغير الضمير من آي لهي علشان يناسب الإيه؟ الجملة بتاعتي اللي صح. طيب أنا دلوقتي لما حطيت هي، طب تاني حاجة بعملها ايه؟ او بعد كده ببص لايه؟ ببص للفعل الموجود، زمن الفعل الموجود بين الاقواس اللي هي في الجملة اللي بين الاقواس بتاعتي. اول حاجة لقيتها، لقيت ان هي زمن الفعل عبارة عن ماضي بسيط. اقوم افتكر على طول القاعدة بتاعتي اللي بتقولي ان لو كان الزمن الفعل جوه القوس ماضي بسيط يتحول الى ماضي تام، يتحول الى ماضي تام. طب انا started الماضي التام بتاعها هيبقى ايه؟ had started. بعد كده بجيب اخر حاجه المفعول به اللي هو the project. يبقى الجمله عندي بقت صلاح said that he had started the project. had started the project. تعال بقى نشوف الجمله اللي بعدها، وعايزاك واحده واحده كده، انا هقولها تاني وهعيدها تاني علشان نركز في الزمن ده، مهم جدا. I finished the job. طيب انا دلوقتي بقول انا انهيت الوظيفه بتاعتي، انا خلصت خلاص. طب انا لما اقول خلصت عايزه احول الجمله دي، هنستخدم نفس الخطوات. مين اللي كان بيتكلم هنا؟ هو صلاح برضو. يبقى هي تولد مي ذات، حطيت تولد مي ان هو اخبرني انا، وجبت ذات برضو فكيت الاقواس بتاعتي وحطيت بدلها ذات. طيب غيرت الضمير وحطيت بدل اي حطيت هي. بعد ما حطيت هي بصيت عندي للفعل بتاع الجملة لقيت finished. طب finished هنا زمانها ايه؟ ماضي بسيط. اقوم احولها الى ماضي تام.
وبقت الجملة عندي he told me that he had finished the job. Right? Okay. نيجي للمثال اللي بعد كده، نركز بقى كويس قوي لأن ده حاجة مختلفة عن الزمن اللي فات. I have finished the project. I have finished the project. Have finished. نفس الخطوات قلنا. أنا هنا بوضح أو بشرح. He explained. Explained معناها هو بيشرح لنا إن هو الخطوات بتاعته. طيب. He explained that. حطيت that هنا برضو مكان الأقواس بتاعتنا. طب أول حاجة الضمير هو حطيت he بعد بدل I لأن أنا اللي بيتكلم هو شخص مذكر. تمام. أنا عندي هنا بقى have finished. Have finished. هو زمن الفعل ده إيه يا ميس؟ زمن الفعل ده هو مضارع تام. مضارع تام. Present perfect. Present perfect. الـ present perfect يا ميس بيتحول لإيه؟ بيتحول للـ past perfect بتاعه. Past perfect. يبقى بدل ما هتبقى have finished the project هتبقى he had finished the project. He had finished the project. طبعا أنا النهاردة وضحت قاعدة هامة جدا اللي هي القاعدة اللي بتقول إن أنا إزاي أحول الدايركت والإندايركت معايا. تمام. وإزاي إن أنا أحول بالطريقة اللي إحنا متعودين عليها. قلنا الخطوات اللي إحنا بنقوم بيها في تغيير الأزمنة، وياريت أتمنى إن كلنا أنا مترجمة كله باللغة العربية علشان تبقى سهل بالنسبة لك إن أنت تقدر إن أنت تمشي خطوة خطوة بالترتيب. خطوة خطوة بالترتيب. تمام. طيب النهاردة هعمل مع بعض سؤال، أو إزاي نحل سؤال من أسئلة الامتحان في آخر العام. السؤال دوت وهو القطعة. إزاي نحل قطعة؟ يعني إيه نحل قطعة؟ طبعا يا سنة تالتة إحنا معانا من مواصفات الامتحان باسج وعليها مجموعة أسئلة. اتفقنا قبل كده إن لازم قبل أي حاجة أول حاجة هعملها هقرأ الباسج بتاعتي. هقرأ الباسج بتاعتي as a whole. أعرف الموضوع بيتكلم عن إيه. وبعد كده مش هيمنع إن أنا أرجع أقرأ الأسئلة الموجودة في كل سؤال عندي. طب يبقى أنا أول خطوة هقرأ الباسج بتاعتي كلها. خلصنا منها. أخش تاني مرحلة إن أنا أرجع للأسئلة بتاعتي وأقرأ الأسئلة كلها اللي موجودة عندي. طب ليه مش هقرأ الأسئلة كلها؟ لأن أنا بعد ما هقرأ الأسئلة كلها هرجع أقرأ تاني القطعة من جديد من خلال الأسئلة اللي قدامي. لما هاجي أقرأ القطعة هبص على كل سؤال هلاقي إجابته موجودة في قلب القطعة. بقلم كده معايا رصاص وأقوم حاطة لاين تحت كل إجابة خاصة بكل سؤال. لما خلص القطعة لتاني مرة مع الأسئلة اللي أنا قريتها هبص الاقي نفسي جبت كل اجابات الاسئله كلها من القطعه اللي عندي. ارجع تاني للاسئله واقوم كاتبه اجاباتي كلها. ها شفنا المراحل اللي احنا بنمر فيها في القطعه. القطعه دي من اسهل الاسئله اللي بتجيلي في الامتحان لان انا مش ببدع فيها. انا ما بجيبش حاجه من عندي. كل حاجه موجوده في قلب القطعه. السؤال اجابته موجوده زي ما هي بالظبط. مش هألف حاجة. مش هألف حاجة خالص. كل اللي عليا ان انا اقرأ السؤال واعرف مكان اجابته ايه في القطعة واقوم كاتباه بالظبط. طيب نقرأ كده القطعة اللي عندنا ونشوف بتقول ايه. Read the following passage then answer the question below. Different materials are used for making different things. يعني المواد الخام المختلفة بتستخدم في صناعة اشياء مختلفة. أول مادة خام عندنا هي الكوبر أو النحاس. is used for making electric wires because it is easy to stretch. إحنا بنستخدم النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية. ليه؟ لأن هو من السهل إن هو يتمدد معايا أو يتشد معايا. But it's difficult to break.
هو بيتشد معايا اه بس ما بيتكسرش، وده مهم جدا في صناعه الاسلاك. We used iron for making vices. احنا بنستخدم الحديد في صناعه المنجله. Because it is heavy and doesn't bend easily. الحديد هو ماده صلبه وتقيله وما بيتنيش بسهوله، فبالتالي بقدر استخدمه في صناعه المنجله. Graphite is very strong. الجرافايت هو ماده صلبه او ماده قويه. So squash and tennis rackets are made of it. عشان كده احنا بنستخدم مضارب الراكت والتنس